ولنقاش ملف الفساد في المنافذ الحدودية ونفوذ الميليشيات التي تسيطر على هذه المنافذ، انضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان أو عبر سكايب الخبير الاقتصادي دكتور صباح علوم. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم دكتور. في ظل استمرار أزمة المنافذ الحدودية، ما طبيعة المشكلة في هذه المنافذ التي تكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة؟ حقيقة العراق أولا يرتبط عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع 6 دول من دول الجوار، وتدور عليه هذه المعابر إيرادات عالية جدا لا شك في ذلك من خلال عمليات التحويل للعملة الصعبة في مسألة استيراد المواد المختلفة عبر هذه المنافذ. ولكن نأخذ مثال على ذلك، 2019 أخرج العراق بحدود حوالي 44 مليار دولار لاستيراد مختلف أنواع المواد، لم يدخل منها كبضائع عبر المنافذ الحدودية سوى 18 مليار دولار. ولذلك نلاحظ هناك كثيرا من المشاكل التي تمارس عبر هذه المنافذ حقيقة تتمثل بالدرجة الأساسية في عمليات التهريب والخروج عن القانون، إضافة إلى سيطرة كاملة لكثير من القوى السياسية الممتدة والتي تمتلك أذرعا مسلحة في هذه المعابر التي تعتبر شريانا واردا لتمويل هذه الأحزاب وكذلك أيضا الميليشيات التابعة لها. نعم. فالمشكلة أن هناك ضعف كبير جدا في سيطرة الدولة أو سيطرة الحكومة على هذه المنافذ، مما دفع بكثير من العناصر المرتبطة بأذرع الفساد. هذه العناصر تتواجد بشكل أشبه بعمل أخطبوط منظم يضم العديد من المنافذ الرسمية وغير الرسمية. نعم. في هذا السياق دكتور، هل هناك تقديرات للخسائر التي تكبدها سيطرة الميليشيات على هذه المنافذ الحدودية في ظل هذا الفساد؟ خسائر العراق من هذه المنافذ كإيرادات إلى الحكومة العراقية تتراوح بين 6 إلى 8 مليار دولار، وهذا يشكل عائقا كبيرا في عمليات استخدام هذه الأموال في عمليات البناء للبنية التحتية، في عمليات تخفيض البطالة، فتح مشاريع جديدة وغير ذلك، وإنما تذهب لهذه الأحزاب والقوى المرتبطة بأجندات خارجية، مما يؤدي إلى أزمات مالية كبيرة جدا كما حصل في 2020. نلاحظ بانخفاض أسعار النفط نتيجة جائحة كورونا، عانى العراق في عدم تمكنه من دفع المرتبات أو عدم اعتماد موازنة حقيقية في 2020، وهذا قد يتكرر حاليا في موازنة 2021. هل الفساد الذي تشهده المنافذ الحدودية عشوائي أم أن شبكة الفساد منظمة ومختصة وذات دور سياسي تخدم به جهات معينة تابعة لأطراف خارجية؟ حقيقة الفساد في المنافذ مرتبط بشكل واضح المعالم بقوى سياسية موجودة في إدارة الدولة، لذلك هو ليس عشوائيا، وإنما هناك عملية توزيع لهذه الإيرادات وفق الأحزاب والقوى السياسية، وحتى بعضها شخصيات سياسية تمتلك بعض المنافذ التي تمرر من خلالها ما تريده دون علم الحكومة، أو حتى بعض الأحيان بوجود الإدارة الخاصة بهذه المنافذ كما هو
في موانئ الموانئ البحرية في الفاو، وكذلك أيضا الموانئ الثانية الأخرى. ما الحلول المقترحة للحد من نفوذ هذه الشبكة المعقدة للفساد والتي تديرها هذه الميليشيات؟ حقيقة قام السيد الكاظمي بإجراءات محاولة للسيطرة على المنافذ الحدودية وإخضاعها لسلطة الحكومة، واتجه أولا في منفذ المنذرية وكذلك أيضا مندلي، ووضع كثيرا من القوى الخاصة العسكرية في هذه المنافذ، مما دفع بالقوى الساندة لعملية الفساد في منافذ الحدودية إلى اتخاذ إجراءات وعمليات لإحراج الحكومة في كثيرا من العمليات العسكرية، سواء ضد الأمريكان أو ضد المقرات الدبلوماسية وغير ذلك من الأمور، إضافة إلى استعراضهم في الشوارع، وهذا بمسلحين يحملون مختلف أنواع الأسلحة. هذا شكل عائقا أمام السيد الكاظمي واستمراره في عمليات السيطرة الكاملة، إلا أن الإعلام الرسمي يحاول إيصال هذه الرسالة إلى الأمريكان بأننا نسيطر على هذه الحدود، وخاصة الشرقية التي تشهد عمليات تهريب لمختلف أنواع الأسلحة وكذلك أيضا مخدرات وغير ذلك، ارتباطا بكثيرا من القوى السياسية المرتبطة بأذرع مسلحة. ولذلك نلاحظ تراجعت عمليات الإجراء التي اتخذها الكاظمي في السيطرة على جميع المنافذ الحدودية ومنها أيضا كردستان. نعم. وتشكل تقريبا بدء الإجراءات الكاظمي التي قام بها على المنافذ الحدودية، ليست جميعا وإنما بعضا منها، زادت عمليات الإيرادات إلى الضعف، وتقدر بحدود حوالي 13 مليار دولار سنويا تدخل إلى العراق من المفترض إيرادات إلى الخزينة الدولة من المنافذ الحدودية، ولكن ما زال لغاية الآن في اعتقادي لا تزيد عن 3 إلى 4 مليار دولار. شكرا جزيلا لكم دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، حدثنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.